هاد الوصفة هادي كتغطي لك الشيب نهائيا، واخا يكون عندك شعرك كامل عامر بالشيب. ما شاء الله من اروع الوصفات للشيب، زائد انها كتقوي الشعر وكتطول الشعر ما شاء الله، وكتصبغ لك الشعر بواحد اللون اللي هو غزال بزاف بزاف، غادي نتحمقوا عليه ان شاء الله. دونك كيف ما كنقولوا عصفورين بحجر، وصفة من اروع ما يكون. غتشوفي شعرك كينغول بالكثافة ما شاء الله، والشيب تغطى تماما بحال ما عمرو كان. تابعوا معي الفيديو من الاول حتى الاخر ان شاء الله، وما تنسونيش من لايكات لايكات ديالكم وتشجيع ديال حباتي كبيداتي الفنات ديالي. كدايرين بخير لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في افضل حال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديالنا ديال اليوم. بالنسبه للناس اللي اول مره غيشوفوني ولا كيتفرجوا فيا، ونساو ما دارش ابوني، ما تنساوش تكليكيو على ابوني اللي كاينها بالاحمر، وفعلوا الجرس باش يوصلكم ان شاء الله دائما الجديد ديالي. واللايكات اللايكات ديالكم كيف ما العاده نوصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد ممكن من اللايكات ان شاء الله، وبارطاجيوه مع الناس اللي كتعرفوا باش تعم الافاده وكلنا نستافدوا ان شاء الله. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تنتم صلوا على نبينا في لي كومونتير باش ان شاء الله يكون الاجر ليا وليكم بحول الله. مشوا معايا اليوم غنشارك معكم البنات وصفه ممتازه، راه قليل بزاف ونادرا فاش كتلقاو شي وصفه صالحه للشيب. وانا راه تقريبا في قناتي هذه ثاني وصفه اللي غنشارك معكم ديال الشيب، لان ما كاينينش وصفات اللي هما كثيره بزاف ديال الشيب، كاينين وصفات خاصين ديال الشيب صراحه، وكنجيبهم ليكم البنات من القلب وكنعطيهم ليكم من القلب. كنتمنى ان شاء الله حتى نتوما هادشي يوصل قلوبكم وتجربوا هاد الوصفه هذه، وما تبخلوش على اختكم باللايكات لايكات وتبارطاجيو هاد الفيديو هذا، لانها وصفه جبتها لكم عند واحد السيده اللي كان شعرها كله عامر بالشيب، شعرها كامل عامر بالشيب وما بقاش فيه نهائيا. سبحان الله هاد الوصفه هذه مع المداومه عليها، اكيد ماشي من المره الاولى كيبان لك النتيجه اللي هي خياليه، كيبدا يبان من الاستعمال الاول كيبدا يبان لك الفرق، ولكن مع المداومه صراحه البنات كتعطي واحد النتيجه اللي هي غزاله بزاف بزاف. الشعر ديالك كيتصبغ تماما وما كيبقاش يبان داك الشيب بصفه نهائيه وبتاتا واطلاقا. دونك عندنا تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر ان شاء الله باش هكا تستافدوا باذن الله. جيت نفكركم قبل بالمسابقه اللي مازال مستمره ان شاء الله، ولكن قريب 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 غيكون السحب ان شاء الله. مسابقه اللي فيها 5000 درهم، 1000 درهم للفوز كل شخص، معنا 5 الفائزين كل واحد غيربح معنا 1000 درهم اولا 100 اورو لكل شخص. صوره المسابقه هما هنا غيبانوا لكم سهلين، غتدخلوا لقناتي بلاصه ديال الفيديو لا بلاي ليست لا كوميونيتي لا، غدوزوا بلاصه ديال لي شين اولا تشانل، تما كاين كاع القنوات اللي هما اللي مربحينكم هاد الفلوس هادو، غادي تابوناو عندهم كاملين من الفوق حتى لتحت ولا من تحت للفوق، وتفعلوا الجرس حتى كيولوا عندو واحد جوج شريطات هكا في جناب داك الجرس الفوقاني كيف ما مورياكم هنا في الفيديو. راه ما كاينينش قنوات بزاف، دخلوا عندهم قناه بقناه لاخر الفيديو، حطوا ليهم لايك وكومونتير زوين على حسب المحتوى اللي هما دايرين لكم في داك الفيديو، وترجعوا عندي هنا لهذا الفيديو غتلقاو في صندوق الوصف فيديو السحب، كليكيو عليه. هذاك الفيديو السحب هو اللي غتخليو ليا فيه تعليق الانستغرام ديالكم، رقم الهاتف، الجيميل ديالكم، اي حاجه فاش نقدر ان شاء الله نتواصل معكم نهار ديال السحب، والسحب غيكون على المباشر باذن الله. ودابا غندوزو نيشان المكونات الوصفه وطريقه التحضير، تبعوا معايا الفيديو للاخر. على بركة الله حبيبتي، غنبداو في مكونات الوصفة. أول مكون عندنا اللي هو المكون الرئيسي واللي ما تستغناوش عليه وما تبدلو بحتى شي مكون آخر، اللي هو البطيخ الأحمر أو البطيخ الأحمر أو لا الدلاع، على حسب كل واحد شنو كيقول لي. إحنا في المغرب كنقول لي الدلاع والمعروف بالدلاع. البنات هذا المكون هذا راه معجزة ربانية سبحان الله، في تقوية الشعر، في إنبات الفراغات، كذلك في تغطية الشيب تماما ما شاء الله. قراو عليها البنات، دخلوا قراو على الفوائد ديالو للشعر، غني بالفيتامينات، بالزنك، فيتامين B12 B6 فيتامين C ما شاء الله. هذا المكون هذا غادي ندير لكم به بزاف الوصفات ديال الشعر وكذلك البشره ان شاء الله. بنات هاد الوصفه هذه كتستاهل منكم اللايكات لايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم ليا نوصلوا هذا الفيديو ان شاء الله لاكبر عدد ممكن من اللايكات باذن الله. كيف مشوا معايا في الفيديو البنات، دوك البقايا اللي كيبقاو لنا من الدلاح وغير كنلوحوهم وغير كنرميوهم ما عارفينش الفوائد ديالهم، اليوم ان شاء الله تعرفوا الفوائد ديالهم للشعر. غادي تاخذوا تقريبا واحد الكميه اللي هي تقريبا واحد 3 ولا 4 ديال لي مورسو من دوك الطريفات ديال الدلاح، من بعد ما كنكونوا كليناهم وسالينا على ما تلوحوهم استعملوهم في هذه الوصفه هذه. كتاخذوهم تقطعوهم هكا طريفات، ديروهم في واحد الميكسور ولا واحد الطحانه حتى كيطحنوا مزيان مزيان، حيت حنا فقط غنستخرجوا الماء ديالو. من بعد ما استخرجت الماء ديال الدلاح، هنا غادي ناخذ بصله حمراء. راكم عارفين دائما كنقول لكم الفوائد ديال البصله الحمراء بالضبط ماشي البيضاء، البصله الحمراء راه من اروع ما يكون في انبات الشعر، منع تساقط الشعر، ما شاء الله ما شاء الله. هذا المكون هذا راه معجزته ربانيه عطاها لنا الله سبحانه وتعالى، هي طبيعيه ورخيصه وفي متناول الجميع. وراه غير البصله الحمراء بوحدها البنات غير الماء ديالها الا شققتي بشعرك ما شاء الله، اش غنقول لكم، شعرك ما عمره غيبقى يطيح نهائيا.
صافي غادي نصفي هذا المكون هذا ديال البصله، كان شويه بقى ليا فهاديك الميكسور بقى ليا شويه من هذاك الدلاع. صافي غادي نصفي مزيان هذوك المكونات حتى غنحصل على الماء ديال البصل كيف ما كتشوفوا معايا. غنضيفوا لهذاك الماء ديال الدلاع على هذا الشكل هذا. هذاك الماء راه كيخرج لينا تقريبا بحال داك الاحمر مغلوق، بحال داك ما عرفت بحال هكا الماغون، المهم هذا اللون هذا. صافي غادي نديروا في واحد الطويصه بوحدها، وهذا الاناء هذا غنوضع فيه الخليط اللي هو الحنه. الحنه البنات رائعه جدا، كتغطي الشيب تماما، واخا البنات ما تبغيوهاش راها زوينه بزاف بزاف. غير ديروها راه اصلا غتعطيكم واحد اللون اللي زوين، ومع طريقه الاستعمال اللي غنشارك معكم ما غديرش لكم واحد اللون اللي هو قوي بزاف. وهنايا البنات عندي قهوه سريعه الذوبان، حتى هي مفيده جدا في تغطيه الشيب، فقط ملعقه صغيره، واستعملت من الحنه جوج معلقات. وغادي نبدا نخلط بهذاك الماء اللي كنا ديجا صفيناه ديال البطيخ وديال البصله الحمراء. صافي على هذا الشكل هذا غنبقى بشويه بشويه كنضيف هذاك الماء ديال البطيخ وديال البصله الحمراء مع هاد الحنه والقهوه بشويه بشويه، حتى غيندمج ليا الخليط وغنحصل على واحد العجين او لا واحد الكريمه، غتولي كريمه تماما متجانسه. غنضيف هنا بضع قطرات من الحامض، لان الحامض البنات اولا الليمون راه كيثبت لينا اللون في الشعر، خصكم تعرفوا هاد القضيه هادي. راه حتى في الصباغه الطبيعيه للشعر ضيفوا دائما الحامض اولا الليمون باش هكا كتثبت لكم اللون في الزغبه اولا في الشعر ديالنا. هذه قضيه بزاف الناس ما عارفينش، وكذلك الليمون او الحامض كيعطي واحد اللمعان رائع جدا للشعر. ودابا غندوزو لطريقه الاستعمال ديال هذه الوصفه هذه، تبعوا معايا الفيديو للاخير. حبيباتي ديال الوصفه ديالنا كتجي قوام ديالها على هذا الشكل هذا كريمي البنات. هذه الوصفه هذه كتستاهل منكم اللايكات ديالكم، ما تبخلوش عليا من اللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم، كيف ما انا عمرني بخلت عليكم بالوصفات المجربه واللي من القلب كنشاركهم معكم. ودائما ما كنعطيكم الوصفه حتى كنكون سواء مجربها انا او لا شي شخص قريب مني من العائله وكنشوف النتيجه قدام عينيا، وعاد كنجي نشارك معكم في الوصفات. راه عطى الله الوصفات وعطى الله القنوات اللي كيديروا الوصفات الطبيعيه، ولكن انا كنشارك معكم الوصفات اللي كنكون مجرباهم اكيد، وكنكون عارفه الفعاليه ديالهم او لا شفت النتيجه ديال شي شخص جربهم، وعاد كنجي نشاركها معكم. دونك ما تبخلوش عليا من اللايكات ديالكم. بالنسبه لهاد الوصفه هذه، من غير انها كتغطي الشيب وكتصبغ الشعر وكتحيد داك اللون ديال الشيب نهائيا، ما كيبقاش يبان، كيتغطى البنات بحال ما عمرو كان. دونك من غير انها كتصبغ الشعر كتقوي الشعر وكتطول الشعر ما شاء الله. عرفتوا هاد الوصفه هذه البنات الا داومتوا عليها شعركم غادي يقوى ما شاء الله، وغادي يطول وغيولي فيه واحد الكثافه اللي هي رائعه جدا. وكيف ما كنقولوا غضربوا عصفورين بحجر، منها تغطيو الشيب الناس اللي عندهم الشيب، وحتى الناس اللي ما عندهم الشيب تقدروا تستعملوا هذه الوصفه هذه، ما كاينش مشكل. الوصفه هذه يقدر يستعملها اي واحد. بالنسبه لطريقه الاستعمال اللي شاركت معايا السيده، تبعوا معايا مزيان مزيان، راه مهمه جدا طريقه الاستعمال في كل وصفه كنقولها لكم. راه طريقه الاستعمال بعض المرات هي اللي غتقدر تبدل المفعول ديال الوصفه كامله. ركزوا في القضيه هذه مزيان مزيان البنات. دونك بالنسبه لطريقه الاستعمال اللي كانت كتستعملها هي، كانت كتاخذ هذه الوصفه هذه وكتطبقها على شعرها كامل، وكتركز على البلاصه اللي فيها الشيب. مثلا عندك الشيب هنا القدام غتركزي مزيان على الشيب، عندك اللور غتركزي مزيان في البلاصه اللي فيها الشيب، وتحاولي توصلي هذه الوصفه لجميع اطراف الشعر. هكا غتشقي بيه مزيان شعرك من الجذور حتى الاطراف، غدهني به شعرك كامل وتجمعيه اي بلاستيك غذائي او لاي حاجه باش تشرب الوصفه مزيان مزيان في شعرك، وتخليها تقريبا واحد ساعه المكانه لا اكثر ولا اقل. دائما الوصفات ديال الشيب البنات ما كيفوتوا ساعه المكانه، الله يجعل البركه. ساعه المكانه كافيه غتغطي لكم الشيب وتعطيكم واحد اللوين زوين، ومع المداومه مره على مره مره على مره قد ما نتوما كتستعملوا هذه الوصفه قد ما النتائج كتبان لكم اكثر واكثر. دونك هذا ما كان ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو نال الاستحسان ديالكم. كنحماق عليكم ونتلاقاو فيديو جاي بخير وعلى خير. بوسه كبيره عليكم، باي باي.